شريف اكرامي اول ما بيخش في جون تلاقي الناس كلها مسكت في شريف اكرامي، قال لك شريف اكرامي هو السبب في الجول الاول. النهارده يتحمل خطا الجول الاول عشان هجي لك بعد كده على الشناوي. يعني طبعا انا مش مدرب حراس، ولكن انا لا يعني مدرب، ما انا هكمل اهو. هكمل. لا لا طبعا طبعا طبعا. ولكن اعتقد ان شريف يتحمل جزء كبير جدا من الهدف الاولاني، لانه اولا طلوعه كان يعني قرايته للكوره كان فيها تاخير، اتحرك مع الكوره وما راحش للكوره وبعد عن المرمى وفتح الزاويه البعيد شويه، عشان كده الكوره لما اتلعبت كان رد فعله يعني مش 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 سريع، والكوره كانت بعيد عنه لانه كان فاتح المرمى. سالك على حاجه على شريف اكرامي تحديدا، انت اشتغلت مع شريف اكرامي بقى كل شويه اهلي وبقى كل مكان. شريف اكرامي مباراه ايسترن اللي فاتت عمل مباراه كبيره جدا، لما كان بيشتغل في النادي الاهلي كان بيعمل مباريات كبيره جدا تمام، بس دايما يجي في ليه اخطاء والاخطاء للاسف لحظه السيء او لعدم تقديره او تركيزه ما اعرفش الله اعلم، بتيجي في مباريات كبيره وحاسمه تمام فتبوظ كل اللي بيجتهد وبيتعبوا، فما اعرفش هو ظالم ولا مظلوم. لا هو طبعا شريف يعني يعني مهما اتكلمنا هو جون كبير طبعا، وحارس كبير وحقق مع النادي الاهلي بطولات كتير وحمى عرين النادي الاهلي في اوقات كتير، ولكن زي ما انت بتقول كده وفي وسط الملعب اللعيب لما بيغلط هو لعيب وسط 11 لعيب صحيح، ولكن غلطه حارس المرمى هو واحد بس يعني بتبقى باينه وكبيره، خاصه لما بتبقى في محطات مهمه في مباريات كبيره، وحظ شريف ان دايما اخطائه في مباريات كبيره فالناس بتشوفها ان حاجه ضخمه وحاجه، ولكن ده طبيعي يعني كره القدم. الطبيعي ان ممكن مش ناس كتيره شافوا مباراه ايستر، انا شفت مباراه ايستر عمل مباراة كبيرة جدا، عمل مباراة كبيرة بس خلاص انت شلت الليلة النهارده وانت زي بالظبط كده اللعيب اللي بيجيب يعني هدف ببطولة وممكن ما يكونش هداف الفرقة بس دايما الناس بتبقى فاكراه. لا ده احنا عندنا في مصر اللي بيجيب هدف في بطولة بيبقى اسطورة، هم بيسموه اسطورة على طول، بسم الله الرحمن الرحيم جبت جول، جبت جول في المباراة النهائية بقت اسطورة خلاص. فدايما الحاجات اللي بتعلم هي دايما المحطات المهمة يعني. صحيح. الناحية الثانية محمد الشناوي بعد الهدف اللي جه في الاخر او الخطا اللي حصل في الاخر، حتى كابتن جهاد بالمناسبه قال ان مش ضربه جزاء عامه بس اهو جون جه وفي خطا من الشناوي واضح. ناس بدات تقول للشناوي انت بقالك فتره مش مركز، انت بقالك فتره مش انت الشناوي. رايك ايه في الشناوي الفتره؟ لا الشناوي جول مصر الاول وجول مهم، ولكن طبعا. ولكن الخطا بيجي منين؟ دلوقتي النادي الاهلي بيحاول يبدا بهجمه من ورا بقدرات اللعيبه اللي بتباصي وبتستحوذ، هل الشناوي عنده من الحراس اللي عندهم القدرات اللي بيبدا هجمه كويس برجليه؟ معظم يعني اعتقد ان الشناوي محتاج يشتغل على الحته دي شويه، لان الشناوي خلال المباراه الاخطاء معظمها من الكرات اللي هو بيبصيها برجله صحيح، مش اللي بيلعبها بايديه او اللي لا، فهنا المشكله. يبقى هو محتاج تمرين اكتر على الحته دي وتركيز اكتر على الحته دي، والا ان انا لما ابدا هجمه ما استعينش بحارس المرمى. عارف يا كابتن ايوب انت قلت انه نقطه في منتهى الاهميه، مفيش خلاف على اتنين يختلفوا ان الشناوي حارس كبير طبعا، بس يا جماعه مش عيب برضو انه يكون ما بيعرفش يلعب برجله كويس؟ مش عيب. ليه مانشستر سيتي راجل جوارديولا غير اتنين حراس مرمى منهم كلاوديو برافو لسه طبعًا. جايبه قال لك انت مش هتلعب معايا عشان انت ما بتعرفش تلعب برجلك، وراح جاب ايدرسون. انا ما بقولش انه ما بيعرفش يلعب، ولكن هو في داخل منظومه بدايه الهجمه ممكن يبقى لسه عنده شورت شويه، فلازم اشتغل على ده. لا يعني اقصد في حارس بيلعب برجله طبعا، في حارس مميز وحارس، في واحد بيلعب 7 واحد بيلعب 6 واحد بيلعب 5، المهم انت ده مش المهاره الاولى اللي المفروض تبقى عندك. فانا كمدرب لما اشتغل افهمها ابقى عارف كده صح، واحاول ان وانا ببدا هجمه مش لازم يعني احنا بنشوف في مانشستر سيتي الكرات كلها لازم الجول يبصم عليها طبعا، ده بيرقص على الخط تمام كده، ده يدرس في ليه كوره بيرقص على خط الجول عند بيرقص، يبقى مش شرط وانا بقى بعمل استحواذ حارس المرمى اللي يبدا او صح. ان انا ارجع له الكوره، لو احاول ابعد عن الكوره عنه بقدر الامكان، ولما اكون مزنوق ما ارجعلوش هو الكوره، لا ابدا من الباك او الظهير وتبقى المنظومه كده يعني، يا ما تعرضوش من الاخر ايوه، يا ما تحطوش في موقف. فلو انت لاحظت معظم اخطاء الشناوي الفتره الاخيره هي الكرات اللي بتيجي على الارض صح، دي نقطه في منتهى الاهميه.